تحياتي ليك يا كابتن فاروق، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. نجوم الاستوديو التحليلي هنا من استاد برج العرب، الاهلي والاسيوطي في الجوله 24 من بطوله الدوري العام. زي ما بنقول وكل عاده طبعا في البدايه، كل التوفيق والتمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما بنقول النادي الاهلي بيأدي اداء رائع، خطوات ثابته للامام، نتائج متميزه جدا خلال المباريات الماضيه. بنتمنى النادي الاهلي والكابتن حسام البدري وكل اللاعبين يخطوا هذه الخطوات للامام خلال الفتره القادمه لتحقيق الهدف وهي بطوله الدوري العام. لو بتكلم سريعا لتشكيل النادي الاهلي اللي يخوض بها هذه المباراه، في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، محمد نجيب، ايمن اشرف، وصابر الرحيل، في المنتصف هشام محمد وعمرو السوليه، على الاطراف عبد الله السعيد بكماني، وفي الهجوم جونيور اجاي ووليد ازارو. بالنسبه للبدلاء في مباراه اليوم للنادي الاهلي، شريف اكرامي، اسلام محارب، وليد سليمان، حسام غالي، حسام عاشور، محمد هاني، وصلاح محسن. طبعا هي الانطلاقه الاولى والبدايه الاولى للكابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الاهلي منذ طبعا سفره رحله الاحتراف القصيره في النصر السعودي. النهارده بيدخل الى القائمه وايضا كمان على دكه البولاء، احد طبعا القامات الكبيره واحد رموز النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي المميزين جدا الكابتن حسام غالي، اللي بنتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه. حتى هذه اللحظه يمكن لم يطلع طبعا او يمكن لسه ما طلعش تشكيل فريق الاسيوطي، في تحفظ شويه على تشكيل فريق الاسيوطي، لكن هي مباراه كره قدم النادي الاهلي طبعا كعادته كان الاول في اصدار التشكيل لفريق النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي، لكن حتى هذه اللحظه منتظرين يكون معنا تشكيل الاسيوطي ليه طبعا لمعرفه الامور طبعا الخاصه بالفريق، التشكيل هيكون ازاي، عندهم بعض الغيابات احنا عارفين عندهم بعض الاصابات، لكن حابين طبعا يبقى الاستطلاع بشكل رسمي بالنسبه للتشكيل. غيابات النهارده كثيره بتضرب فريق النادي الاهلي، على راسها سعد سمير وعلي معلول واحمد حمدي وميدو جابر ومروان محسن طبعا ورامي ربيعه وباسم علي، لكن الوفد الجدد طبعا في الاصابات هو باسم علي وميدو جابر. ميدو جابر يمكن لم يشارك فيها تدريبات الاخيره، اشتكى من طول فيها العضله الخلفيه، فكان في يمكن تاكيد من جهاز الطب للنادي الاهلي ان هو يكون في راحه من التدريبات، تدريبات بسيطه جدا في الجيم. على الجانب الاخر كمان باسم علي اللي ايضا شعر في العضله الخلفيه ايضا في اجهاد، ويمكن اتعمل له كشف طبي تحت طبعا اختبار الكابتن خالد محمود او طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن ان شاء الله بنتمنى عوده كل المصابين خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لسه المشوار طويل في بطوله الدوري العام، لكن النهارده بنتمناها تكون مباراه قويه، 3 نقاط يكونوا في جعبه النادي الاهلي للحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من استاد برج العرب، ولقاءات وكواليس خاصه للاهلي والاسيوطي في الجوله 24.